مساء الخير حبايب قلبي. اليوم صوتي شوية تعبان، بس حاولت إني أنا يعني أصور لكم على قد ما أقدر. الحلقة أنا كنت أبغى الحلويات العيد، طلع طعمه مرة 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 لذيذ. البسكوت المالح مع زبدة الفول السوداني اللي هو الكوكيز رهيبة رهيبة رهيبة، بس كنت حابة إني أنا أغمسها بشوية شوكولاتة. بس أنا شايفة إنه الحلا كده تمام، الحلا كويس، بس حجرب كده حبتين إني أنا أغمسها بشوكولاتة. الطعم مو طبيعي، مو طبيعي لذيذة، لازم تجربوه. أكتب لكم المقادير وسهلة، أنا ما شفتوني اللي أنا حطيته، بس أوزن لكم المقادير دحين. بس يعني شيء تحفة تحفة ما شاء الله. حبايبي اللي عندها حساسية من الفول السوداني لا تسوي الوصفة هذه اليوم، بدال إذا أنت عندك حساسية من الفول السوداني معناها عندك حساسية من كل المكسرات أو أغلبها، فلا تجازفي. في كمان فكرة تانية إن شاء الله بإذن الله أعمل لكم إياها تناسب اللي عندهم حساسية من المكسرات. طيب بنات شوفوا، انا عملتها وطلعت مرة 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 لذيذة. الحلا اللي تاكلي منه حبة ورا حبة هذا هو مرة لذيذ الصراحة، اللي بالشوكولاتة احلى اللي بدون من اللي بدون شوكولاتة. فياريت لو انا عندي وقت اني انا اغمسها في شوكولاتة كلها، لاني شوفوا نصها بشوكولاتة ونصها بدون، بس ايش شيء كده لذيذ. احنا ما شاء الله بجدة والشمس تروح وتجي عندنا، فقاعدة ألحق قبل الشمس تغيب تماما. مساء الخير حبايبي. نزلت لكم طريقة الكوكيز على طلبكم، بس بتجيني أسئلة مرة كتير. أقدر أستبدل زبدة الفول السوداني بشيء تاني؟ أقدر أستبدل البيضة؟ طيب الكوكيز كله على بعضه ثلاثة مكونات فقط، زبدة الفول السوداني ما أقدر أقولك بدليها بزبدة لوتس، ما أقدر، لأنه زبدة اللوتس حالية وزبدة الفول السوداني ما فيها سكر. طيب إيه تقول لي واحدة تانية؟ أنا ما أبغى أحط بيض، أقدر أستبدل؟ طيب إذا أنا قلت لك لا تحطي بيض
طيب كيف حتتماسك؟ يعني مثلا تمسك زبدة الفول السوداني وتعجنيها بسكر وتحطيها؟ ما حينفع يا حبايبي، لازم تاخدي الوصفة كده. معليش البيضة اضغطي على نفسك، عندك حساسية من البيض لا تعملي الوصفة كده كلها على بعضها، لا تعمليها. عندك حساسية من زبدة الفول السوداني لا تعملي الوصفة، تمام؟ في وصفات تانية ان شاء الله تجي تناسب الناس اللي عندهم حساسية، فان شاء الله في وصفات تانية ما فيها زبدة الفول السوداني. لأنه الأغلبية بيقولوا أنا ما أحب زبدة الفول السوداني، مع أنه الوصفة ما شاء الله تبارك الله عجبتكم ونزلت إكسبلور ومدري إيش، لكن بيقولوا ما أبغى زبدة الفول السوداني، ما أبغى بيض. طب أنا مو فاهمة أنا كيف هعمل الوصفة إذا أنا لا حطيت زبدة الفول السوداني ولا حطيت بيض؟ يعني هي الوصفة يعني أحط سكر؟ ما حينفعش حبايبي. يا الوصفة تعمليها كده حلوة، أو إنه شوفيك وصفة تانية تناسب ذائقتك. ما شاء الله لسه أسئلتكم مستمرة على الكوكيز. وهنا سؤال طبعا كثير أتكرر مرة كثير، ينفع بدون سكر؟ لا ما ينفع بدون سكر، إذا ما حطيتي سكر ما رح تذوقي حلق، يعني ما حيصير حلق، حيصير شيء ثاني. فزبدة الفول السوداني ما فيها سكر أصلا، فلازم تحطي سكر يا روحي، ممكن تحطي سكر أسمر. طيب بنات، عشان نوضح فكرة الفول السوداني أو كوكيز، نقفل الملف ده. أنا فاهمة إنه في بعض الناس عندهم سكر وما يقدروا يستخدموا السكر الأبيض ولا حتى السكر البني، فزبدة الفول السوداني خالية من السكر. أغلب الأنواع اللي متوفرة في السوق خالية من السكر، في أنواع يكون فيها عسل هذه ما تلاقيها دائما، بس الصورة اللي أنا اديتكم إياها بدون سكر. فلو لا سمح الله أنت عندك سكر، الله يشافينا جميعا إن شاء الله، حتروحي تاخدي سكر استيفيا وتحطي فيه سكر استيفيا البودرة، ما تروحي تاخدي لي السائل وتحطي، ولا تكتري لأنه سكر استيفيا يحلي الطعم. فقبل لا تحطي البيضة دوقي كده، اخلطي سكر استيفيا مع الزبدة ودوقي، لو شفتي وصلتي للحلاوة اللي انت تبغيها خلاص لا تزيدي، بعدين ضيفي البيضة.